اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، ويا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.